رجعنا لكم مرة تانية ولسه بنتكلم زي ما قلت لكم عن مشاكل السيدات بتقابلها في محاكم الأسرة، بتقابلها في القوانين اللي قدامها، بتقابلها في عدم تنفيذ الأحكام وعدم تنفيذ القوانين وعدم وجود آلية لتنفيذ الأحكام. ستات لما تسمعوا المشاكل اللي هم هيقولوها هتقولوا ما بقاش فيه رجالة ولا إيه؟ هي رجالة راحت فين؟ أنا برحب بضيوفي منوريني في الاستوديو، مدام نسرين حسين، ازيك يا مدام نسرين؟ عاملة إيه؟ مدام جيهان صبحي، ازيك يا مدام جيهان؟ والأستاذ وليد عبد المقصود المستشار القانوني لحملة أريد حلا، عجبني قوي اسم الحملة أريد حلا، مقتبسة يعني من الفيلم، تسمية من صديقتي منسق عام الحملة الأستاذة نجلاء شوون، احنا أسسنا مع بعض الحملة وهو بفضل الله كان التسمية رائعة. اه فعلا هي اسم حلو قوي، وادت يعني التسميه ديت ادت لمزيد من نجاح وشهره الحمله الحمد لله. وكل السيدات اللي موجودين معانا النهارده هم جايين من وأريدوا حلا، أريدوا حلا للسيدات، للسيدات اللي احنا موجودين معانا النهارده، اه طبعا، وايضا للرجال اللي هم اكيد طبعا اكيد للرجال كمان طبعا. بس الفكره ان انت فعلا لما تدخل في قلب المشاكل القوانين دي ومشاكل محاكم الاسره هتلاقي المظلوم فيها اكتر الستات مش الرجاله. في رجاله مظلومين طبعا، في رجاله مظلومين وخاصه في مواضيع الرؤيه والاستضافه مزبوط. تمام، لكن الستات المظلومين اكتر من الرجاله تمام، لان احنا مجتمع ذكوري للأسف. للاسف للاسف. برحب كمان بضيفتي مدام ايناس مصطفى، ازيك يا مدام ايناس؟ عامله ايه؟ الحمد لله. طيب انا هبتدي الاول من مدام نسرين، ازيك يا مدام نسرين؟ الحمد لله. دلوقتي حضرتك كنتي متجوزه بقالك قد ايه؟ انا متجوزه حاليا عندي الان 13 سنه. انتوا لسه ما فصلتوش؟ لا ما فيش، لا هي انا كده رافعه قواضي بس ما فيش حل. طيب متجوزاه بقالك 13 سنه. كان بيشتغل ايه اياميها؟ مقاول. مقاول كهرباء. مقاول كهرباء. بس ايام ما اتجوزتيه كان مستوى، لا كان كان متوسط. لسه كان لسه دلوقتي بقى مستواه عامل ازاي؟ لا ميسور الحال كمان، وفوق ميسور الحال، غني جدا بقى، غني جدا، ومقاول كهرباء بياخد مشاريع كبيره جدا، يعني هو معاه مشروع بيفري هيلز ومعاه ماريو شرم الشيخ وكذا وحاجات كتير قوي، وماسك كل المشاريع دي. هو مقاول الكهرباء بتاعتها. هو يعني راجل مقتدر. هو بيستلمها من الاول خالص لعند التسليم، تشطيب ومعه عربيتين وعايش حلو ومتيسر الحال، وعقاراته هنا في قناه السويس، معاه حاجات كتير. طيب يعني كنتوا متجوزين وعايشين كويسين مع بعض انتوا الاثنين صح؟ ما فيش اي حاجه، عادي حياتنا عادي، وهو بيحب بنته عادي وما فيش مشكله. بنت واحده بس عندك؟ انا جايبه بنتي دي بعد عذاب، انا هي حقن مجهري. انا جايبها بعد عذاب يعني. وكانت علاقتكم حلوه جدا، ما كانش في اي مشاكل لعند ما جت واحده سوريه قعدت في العماره هي واهلها، يعني هم جم عاشوا قعدوا معانا في العماره، فهو اول ما بدا ان هو بدا يشارك اخوها، فتح لاخوها محل واداله فلوس وشارك وعمل شريك معايا يعني. بعد كده هي وانت كنت بتتعاملي ازاي مع الست السوريه دي؟ عادي يعني، احنا كنا بنعطف عليهم زي اي حد بيعطف عليهم، هم جايين مفيش لبس وهدوم، وفرشنا لهم الشقه، شقتهم كلها اتفرشت مننا احنا، من بيوتنا احنا يعني، من بيوت الناس اللي في العمار كلنا بلا استثناء. ما طبعا احنا اكيد أكتر يعني اي حد اللي احنا ساعدناها وفرشنا لها البيت وقعدناهم، عشان هم ما كانوش فرد واحد، ده كذا فرد في البيت، فاحنا كذا اسره ولا كذا، ولا الاسره فيها كذا فرد؟ لا يعني هي مثلا هي دي واختها وباباها ومامتها واخوها متجوز ومعاه اولاد وكده يعني، كتير في شقه واحده، فاحنا كنا بس هي دي بالذات كانت يعني السيده دي بالذات كانت بتجي لك البيت كتير، كانت بتخدمني في بيتي. بتخدمك في بيتي؟ يعني ايه بتخدمك؟ معلش بتخدمك بفلوس يعني ولا بتخدمك بتساعدك يعني؟ لا بتساعد يعني، تدخل كنوع من المساعده وكده، اجيب لبنتي لبس، اجيب لبنتها زي ما بجيب، اجيب لبنتي ذهب، اجيب لبنتها زي ما بجيب، زي ما يعني. هي عندها بنت، عندها قد ايه؟ عندها 9 سنين. وانت بنتك عندها قد ايه؟ عندها 5 و8 شهور. طيب عملت ايه بقى بعد كده؟ ايه اللي حصل؟ بعد كده هي بدأوا جيراني ينبهوني خلي بالك، علشان هي بدأت ان هي بدأوا يشوفوها ان هي بتخرج مع جوزي بره، يعني خدي بالك خدي بالك. شافت مع جوزك بره؟ شافوها كذا حد من العماره نبهني. يا نهار ابيض. بعد كده لما بكلمه وبواجهه ده انت كذا يعني ما ينفعش، وعيب، والبنت والبيت هيتخرب وكده، لا ما كنت انا كده الغلطانه، ومسكني انا وبنتي طردني في الشارع الساعه 3 بالليل لما واجهتيه. لما واجهته بالحقيقه طردك الساعه 3 الفجر؟ الساعه 3 الفجر وعربيه خدتني انا وبنتي، انا ما اعرفش اللي خدني ده مين اصلا. راجل وقف لكم صعبتوا عليه؟ وركبتوا معاه ووداكي عند اهلك؟ وداني عند اخواتي اللي انا عايشه معاه، اخويا اللي انا عايشه معاه حاليا انا وبنتي، اخد هدومي، هدوم بنتي، قلعني ذهب انا وبنتي، عفشي كله خده، اتجوز في شقتي
طب ايه اللي قلبه عليكي القلبه الكبيره دي؟ ما اللي عندي الان انا ما اعرفش هي وصلت له ايه او هي قالت له ايه، انا ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انت عشره العمر اللي وقفتي جنبه. لا ما فيش دلوقتي بنتي متدمره، عندها خمس سنين وثمان شهور في مدرسه دوليه، مش عارفه ارجعها ولا عارفه اخد الدوسيه بتاعها، عشان هي مصاريف المدرسه 23,000 مش عارفه ادفعها، ولا انا هفرض على اخويا. انت ما كنتيش بتشتغلي؟ لا انا عندي نسبه اعاقه ما اقدرش اتحرك، وهو كان بيتعمد ان هو يضربني فيها علشان اسيب البيت وامشي. كان متعمد يضربك في نسبه الاعاقه اللي في رجلي علشان اسيب البيت وامشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودلوقتي أنا في المحاكم كلها كل التحريات اللي بتطلع هو مدي للناس كلها رشوة وفلوس عشان التحريات ما تطلع ليش. أنا بقالي سنة وثمان شهور. طب هو بالزبط. هو اللي أنا عارفة أنه بيحب البنت وحاول ياخدها قبل كده جداً. صح؟ جداً جداً هو يعني بيحبها جداً. حاول ياخدها ولا بس حاول اللي اتجوزها دي أصلاً يعني العلم عند ربنا هي وصلت له إيه أو قالت له إيه. أنا لعندي الآن بقيت يعني أنت واحدة عشتي معاه 13 سنة عمره ما شاف منك حاجة وحشة، هيكون وصلت له ايه؟ ما انا برضو في نفس الحيره. طيب البنت هو حاول يخطفها قبل كده ولا حاول ياخدها عادي بالطراز؟ لا 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 حاول يخطفها قبل كده. حاول يخطف بنتك؟ حاول يخطفها قبل كده، والبنت بتقول لعند الان بتقول. على فكره هي كانت عايزه تطلع بنتها بس احنا رفضنا ان البنت تطلع، لان ويا ريت تطلع عشان لا. كل الناس تسمع ان هي مش كويس عشان ده اب يعني ربنا يجازيه كل خير على اللي هو بيعمله، بيصرف على بنت مش بنته وسايب بنته للعذاب وللي هي فيه. انا مش عارفه ادخلها مدرسه لان هم رافضين يدوني الدوسيه بتاعها. دلوقتي السنه ابتدت، السنه الدراسيه ابتدت، مش البنت ما دخلتش. لا مش ما دخلتش، هدفع منين؟ ما في سنه ثانيه المفروض ان هي يدفعها، ما دفعهاش ودي سنة جديدة. طب هو هل بيلوي دراعك عشان عايز البنت منك؟ هو عشان عارف ان دي نقطة ضعفي، لان انا استحملته، انا استحملته ست سنين او سبع سنين عشان اجيب طفل. انا جبت اول مرة بالحق. هي العيب كان عندك ولا عنده؟ لا عنده. يعني عيب كان عنده عشان كده ما كنتش عارفين تخلفه فعملتي حقن مجهري. فانا جبت اول مرة. طبعا البنت دي عنده غالية قوي. انا جبت محمد الاول وما حصليش نصيب فيه، مات مني من شهرين، وبعدين جبت سلمى. يعني هو كان عنده شهرين البيبي وتوفى. وتوفى. الله يرحمه. وبعدين معايا سلمى دلوقتي عشان هو عارف ان هي نقطه ضعفي او عايز ياخدها مني، عشان هي اللي قالت له كده، هي اللي قالت له هاتها. ليه؟ هي عشان تقطع عايز تكسرني. هي عايزه. طب ليه الكره ده؟ ليه بتكرهك كده؟ ما اعرفش. طب عملتي ايه في المحاكم؟ عملتي ايه؟ ما فيش. هما كل التحريات اللي بتروح لم يستدل عليه، خارج البلد، مواش كده. ما دي المصيبه بقى. طب تيجي ما تيجي هنا دي، ما تيجي دي المصيبه هنا، ان هي عنده ممتلكات وراجل مقاول كبير وماسك شركات وماسك مش عارف ايه، ومش عارفه تثبت ان هو عنده فلوس عشان تعرف تاخد منه فلوس. يعني ما تحكملكيش باي نفقه خالص؟ لا لا لا، العربيات بتاعته تحت العماره، العربيتين مركونين تحت العماره، ويمتلك بيت في دار السلام وشقه في العبور وشقه في اكتوبر طب يمكن